نقلت صحيفة العنوان الإلكترونية نقلا عن صحيفة لاستامبيا الإيطالية أن مصدر في المجلس الرئاسي منتهي الولاية تحفظت عن ذكر اسمه، قال بأن ليبيا متمثلة في المجلس الرئاسي منتهي الولاية مستعدة لاستعادة 450 مهاجر غير قانوني عالقين في إيطاليا بعد أن وصلوا إليها عن طريق البحر. يذكر أن أنباء الصحيفة كانت قد تحدثت قبل أسابيع عن رغبة إيطاليا في إنشاء مراكز لتوطين المهاجرين بغات، ما أثار جدلا واسعا بين الأوساط الرسمية والشعبية في ليبيا.